طيب شيخ انا في اتصال فهم. من اذن الله. الله فهم. فهم. حيدر من العراق تفضل. حيدر تفضل. طيب قاسم من العراق تفضل يا قاسم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الشيخ اللي اتصل منكم من اليمن اسماعيل، انت قلت الولاية تعني الحب، صحيح يا شيخ؟ صحيح. ولكن في صحيح مسلم عمر يقول انا ولي المسلمين بعد رسول الله. زين، في صحيح مسلم يقول انا ولي المسلمين بعد رسول الله. ماشي ممتاز. نعم، ما يعني ماذا يعرف الولاية عمر؟ يعرفها بالحب ام بالخلافة؟ ممتاز، انتهيت. اسمع جواب الشيخ. نعم ان شاء الله. الولي، تأتي الولي بمعنى الحاكم، وتأتي الولي بمعنى المحب، وتأتي الولي بمعنى الخادم، وتأتي الولي بمعنى السيد، حتى ذكر ابن الأثير لها أكثر من 10 معاني كلها بمعنى الولي، كلها تأتي. وذلك يقول هذا أمر، لما يقول عمر أنا ولي المؤمنين ما يمنع أن حاكمهم، ولما يقول علي أنا ولي المؤمنين ما يمنع أن حاكمهم، ويعني ولي أن حبيبهم حسب السياق الكلام القرائن. نعم، حسب القرائن التي تأتي معها. والقرائن هنا من كنت مولاه فعلي مولاه واضحة جدا، اللهم والي من والاه، عادي من عادي من عادة. المحبة. لو كانت الحكم، لو كانت الحكم كيف يكون المعنى؟ من كنت حاكمه فعلي حاكمه، اللهم احكم من حكمه. ايش دخل عادي من عادة؟ ما لها معنى. فواضح جدا الولاية والولاية. طيب، فالمقصود أن الولي طيب والوالي طيب. فلما يقول عمر أنا ولي كل مؤمن أي أقوم بشؤونه. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من مات وعليه دين فأنا وليه، يعني أنا أتكفل بهذا الدين عنه. فالقصد لما يقول عمر أنا ولي المؤمنين حسب السياق، أنا أتعهد أقوم عنهم، أؤدي عنهم أمورهم، وهكذا. هذا لا شأن له بالولي. لا نقول أبدا الولي لا تأتي معنى الحاكم، أو الوالي يأتي معنى الحاكم، ولي يأتي معنى الحاكم، لكن لها معاني عدة. أين تضعها؟ معاني بحسب سياقها وحسب الكلام الوارد فيها. وزيادة أخرى في حديث الغدير هم يقرون بها إن الله مولاي. نعم، إيه، فهذه نعم تدل على المحبة والنصر، يعني لا علاقة لها بالإمام. الله ولي الذين آمنوا. نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمتهم، المؤمن بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ذلك بأن الله مولى الذين مأواهم النار هي مولاهم. إن كنت مولى فعلي مولاه، يعني الحاكم. طيب، مأواهم النار هي مولاهم، شنو الحاكم النار؟ هذا كلام فاضي حسب السياق. نعم.